يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتوره جنان القلاف حياك الله معانا. الله يحييك يحيي المشاهدين. الله يسلمك. دكتوره ابي اسالك اليوم عن فئه جميله وهي فئه الاطفال بالخصوص، وبعدين جاوبيني بشكل عام. هل يوجد شيء اسمه ادمان السكريات او ادمان السكر؟ احنا نشوف ان الاطفال دائما هم الفئه اللي دائما يبون هذه الحلويات، يبون هذا الكاكاو، المشروبات الغازيه ايضا الحين صارت منتشره بشكل كبير. هل يوجد ادمان للسكريات دكتوره؟ نعم، في ادمان علميا، في ادمان للسكريات. طريقه ادمان السكريات هي اللي نحاول دائما نقول لا تعطون عيالكم السكر، يعني لا تشتري له السكر او اشتري له البدائل اللي ممكن نوضحها تالي. لكن الحين نبي نتكلم عن ادمان السكر، هل فعلا علميا في ادمان سكر؟ نعم، العلم اثبت انه في ادمان سكر عن طريق تاثير السكر في الدم. فالسكر ياثر في الدم وعلى هرمونات معينه مثل هرمون الدوبامين اللي يتاثر مثل لما اتعاطى السكر بالضبط مثل تاثير تعاطي المخدرات، فبالتالي يزيد عندي هذا الهرمون، لذلك احنا نسميه تعاطي السكر. وفعليا هو يهيج كثير من الهرمونات منها هرمونات الجوع، لذلك نلاحظ اليوم اذا انا كليت اي شيء او اي وجبه عاليه في السكر راح تلقاني اشبع نص ساعه وارجع محتاجه حق المزيد من السكر. طبعا هذا السبب اللي يدخلني في مشاكل مقاومة الأنسولين، ومن مقاومة الأنسولين طبعا إلى عالم السكر. وهذه الحالات موجودة ومتوفرة عندنا منها يعني وايد عندنا في الكويت، اللي هي الإدمان السكر بدليل مثل ما حضرتك تفضلت انتشار العصائر، انتشار مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والسكريات والمنتجات الغذائية اللي هي الصناعية اللي موجودة على أرفف الجمعيات ترتفع غالبا فيها نسبة السكر. نعم دكتورة، هل يوجد خلل في الجهاز المناعي ممكن تعاطي السكريات في كميات كبيرة ممكن تأثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي؟ نعم بالتأكيد تأثر على الجهاز المناعي، تأثر على زيادة الوزن، تأثر على الكوليسترول. يعني الأغلب يعتقد أن الكوليسترول سبب الدهون، لا، الكوليسترول سبب السكر. لو أنا أكل دهون صحية ما راح يرتفع عندي الكوليسترول إلا إذا بالغت في الدهون، إلا إذا بالغت في الدهون، ويكون للدهون كذلك توقيت معين. يعني أنا أتناول الدهون في الصباح عشان أقدر أني أصرف الطاقة هذه وتعطيني أفضل أنواع الطاقة، حتى أن طاقة الدهون أفضل من طاقة الكربوهيدرات. لكن تناول وجبة غنية في الكربوهيدرات والدهون طبعا هذا شيء مؤزم للدم للسكر ولإدمان السكر كذلك. نعم دكتورة، الحين احنا سمينا تعاطي السكريات بشكل كبير بالنسبة حق الأطفال إدمان. زين إذا أنا الأطفال صار عندي إدمان، قاموا هم ياكلون سكريات بشكل كبير وادمنوا على هذا الشيء، شنو الطريقة او شنو الحل اللي انا ممكن اسوي لهم تكنيك معين ان انا اخليهم يفقدون هذا الإدمان؟ عشان يفقدون الإدمان درج لهم في ان نقطع الأشياء هذه، ندخلها مرة في الأسبوع، نخليهم يأكلونها مرة كريكفري كأنها وجبة مفتوحة. لكن ليش أنا أخليه أساساً يرجع لها؟ علماً أن هذه الأشياء ترى تحتوي على صبغات، يعني خصوصاً مثلاً الأشياء اللي تكون جيلي أو مثلاً تكون يضاف لها اللون الأحمر البنفسجي، هذه كلها مواد مسرطنة. فغير أني أنا قاعد أخلي أبنائي يدمنون السكر، غير أني أنا قاعد أجيب لهم أمراض بهذه المنتجات الغذائية. فبالتالي نعم ممكن أن احنا اليوم نحمي أجسامنا من إدمان السكر ونقلل أو نقول ننظف بيوتنا من السكر الغير مفيد. كذلك بالنسبة حق الطحين الأبيض، أستبعد الطحين الأبيض، أستبعد الخبز والصمون والأرز الأبيض بالبني، أبتدي أني أنا أركز على الألياف في التغذية. الألياف مهمة جدا وتساعد على أن إحنا نقطع بالنسبة لإدمان السكر. نعم دكتورة، أنا أعتقد أن من أهم الحلول هو عدم تقليد مثلا أولياء الأمور. يعني أنا بدل ما أني أنا أحرم الأطفال وهم يشوفوني أني أنا مثلا قدوة لهم وممكن أن أنا أمارس هذه الأمور، فهذا راح يسبب لي أمر سلبي، فيجب علي أني أنا أكون قدوة وأني أنا كولي أمر أبتعد عن هذه السكريات وما يشوفوني مثلا أنا مثلا علاقتي وطيدة مع المشروبات الغازية، ونبدلها في سوائل ثانية تكون أفضل. دكتورة عندي الكثير من الأسئلة لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع دكتورة جنان القلاف.
أعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتورة جنان، تكلمنا عن إدمان الأطفال مثلاً أو حتى شاب المراهقين بالنسبة حق السكر والحلويات وأيضاً الكاكاو وأيضاً المشروبات الغازية اللي تكون غنية بشكل كبير في السكر. لكن دكتورة، أبي الحلول بشكل كامل، شلون أنا ممكن أنا أتجنب تعاطي السكريات بشكل كبير؟ أبي حل يكون واضح. ممتاز. أول شيء أبتدي أقلل بشكل تدريجي، يعني ما أقرر اليوم أني أقطع، أصلاً ما راح يقدر يقطع. صحيح. يعني مدمن السكر فعلاً هو مدمن، يعني خلال 20 دقيقة شوف شنو يصير فيه إذا هو ما أكل السكر، وأيضاً تحس أنه تلقاه أنه يشعر بالسعادة بسبب الهرمونات. صحيح. المعينة اللي تفرز، يعني الدوبامين يحسسه في فترة وجيزة بالسعادة، لكن بعدين لا، يبتدي يرتفع عندنا الكورتيزول فيصير فيه عنده توتر إذا ما لبث أنه هو يلجأ له. أهم شيء أنه هو يشرب ماء، لأنه مدمن السكر السكر يلتبس عليه إحساسه بالعطش أو بالجوع، فإذا حس مدمن السكر في الجوع عليه أنه يشرب ماء قبل لا يأكل وجبة فيها سكر أو وجبة دسمة. دكتورة، هل تعاطي السكريات بشكل عالي ممكن يأثر على اضطراب النوم؟ ممكن أنه يكون فيه منبهات معينة مثل الكاكاو أو كذا ممكن يسوي لهم اضطراب للنوم بالنسبة حق الأطفال؟ أكيد، وفي ناس وايد مدمنة قبل النوم على السكريات، يعني تلقاها أو الطفل تلقاه يدش الفراش وماخذ معاه بسكوت أو ماخذ معاه كوكيز أو ماخذ معاه أي مكان، فهذا إدمان السكريات. بالنسبة للنوم، نعم يأثر على النوم، خصوصا أنه قاعد يأثر على هرمون الكورتيزول يرفع التوتر وبالتالي يسبب لي أرق في النوم. نعم يأثر إدمان السكر على النوم. وبالنسبة للسكريات، السكريات اللي موجودة كبدائل، اللي لما نقول بدائل السكريات هي ممتازة لتخلي عن سكر أو الإدمان السكر، لكن ننتبه للمنتجات اللي موجودة في الأسواق المركزية، غالبا يكون مثلا مكتوب عليها ستيفيا. ستيفيا هو عبارة عن سكر نباتي طبيعي، والستيفيا طبعا لا تأثير غلايسيمي، أي هو تأثيره على الأنسولين في الدم، فإذا كان عندي السكر ستيفيا تأثير الغلايسيمي صفر. لكن المشكلة أن بعض الشركات أو بعض المصانع تنتج سكر ستيفيا وتضيف عليه سكر الدكستروز اللي هو سكر العنب، وتأثير الغلايسيمي 100، يعني إذا أنا أكلته فهو راح يأثر مثل السكر الأبيض، فما سويت شيء. لذلك أنتبه على البدائل، أحاول أني أخذ بدائل من مصدرها، يعني إذا كان عندي تمر أكل التمر، ما راح مع أنه فيه نسبة فركتوز. صحيح. لكن مو مثل السكريات اللي تضاف على المواد الغذائية الجاهزة اللي الجمعية. اللي بالجمعية تضاف أو المصانع تضيف هي اللي محلول الذرة أو محلي الذرة اللي هو عالي الفركتوز، وهني يكون تأثير السكر أكبر بالنسبة حق الفركتوز اللي موجود في التمر مع الألياف، لأن الألياف تبطئ عملية امتصاص السكر. فلذلك نحرص على أغذيتنا إن هي تكون فيها ألياف خضروات ونمارس الرياضة. نعم دكتورة جنان القلاف، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة اللي قدمتيها لنا على مدار حلقات. أعزائي المشاهدين، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.